حنا المسؤولين كنطلبوا منهم والو، بغينا غير الماء، غير ما نشرب. انا ما عنديش باش نغسل راسي، ما بقيتش كنغسل، ما بقيتش كندوي، وزيد الحمامات مسدودين وما عندكش الماء. انا فكر معايا غير انت، راه ما بغيناش نهبشوا على الماضي، اللي هبشنا على الماضي غادي فاجر الرمانه. حنا تقريبا كاينه شي 700 ديال الساكنه هذه القليله اللي كاينه كلهم بلا ما. كنجيو عند المسؤولين كنقول لهم بغينا غير الماء، ما خلينا جميع الابواب دقيناها. دقينا للمجلس البلدي، مشينا عندو، دار معنا بزاف ديال الاجتماعات، ماشي واحد ماشي جوج ماشي ثلاثة، ما كنخرجو حتى شي قرار. كيقول لنا لا راه غادي يجمع كسا ليكم، ما بغاش تدخل ليكم، ما بغاش تدوز ليكم مشكل تقني. كيقول ملي كنمشيو عند لا راه غادي كتقول لنا لا راه البلدية هي اللي ما بغاش تعطيكم شهادة الرب، وحنا عندنا في 2022 لا راه غادي وافقت باش تعطينا الماء بلا واد الحار، وهذاك الواد الحار كاينة وثيقة عندنا. وهذاك الواد الحار تعطينا لنا تيدوزوا الاشغال ديال الطريق المصلحه العامه، تعطينا الموافقه في 2022. مشينا للمدير ديال الاراضي، ولكن ملي مشينا عند الرئيس ديال المجلس البلدي ما بغاش يعطينا شهاده الرب. حنا بغينا نعرفوا شنو هو العائق اللي ما بيننا وبين هذا الماء. المبرر اللي كيبرر لنا هو كيقول لك حنا المشكل التقني عند الاراضي، ما يمكنش يدوزوا القادوس لما حيدوش واحد 10 ديوار. هذوك الناس ما بغاوش يحيدوا، واش حنا نبقاو نتسناو 10 سنين وشنو بلا ما؟ تسنينا 8 سنين 2016 حنا كنتسناو. عندنا اعاده الهيكل الخارجيين حنا الاول، دوار المسيره هو الاول. جميع الدواوير اللي محيطه بينا تهيكلت، الا الدوار ديال المسيره ما عرفتش عليها. العامل دشن، العامل فاش كان هنا يدشن المسيره هي الاولى، حط الحجر اساس المسيره. وهي الاولى. وما جميع الدواوير من وراها جات تهيكلت، الا المسيره ما تهيكلتش. حنا المسؤولين كنطلبوا منهم والو، بغينا غير الماء، غير ما نشرب. انا ما عنديش باش نغسل راسي، ما بقيتش كنغسل، ما بقيتش كندوي، وزيد الحمامات مسدودين وما عندكش الماء. انا فكر معايا غير انت، بلاد غادي تنظم كاس افريقيا وكاس العالم وما عند، وباقي الناس كتطلب الماء. هذا الشيء راه لا يعقل. حنا من هذا المنبر الموقر كنوصلوا رساله لجلاله الملك ويشوف من حالنا. راه حنا بزاف، انا الوالده عندي يد واحده، ما تقدرش تسقي، ما تقدرش تسقي. كنجي انا من الخدمه كنهز الموطور وكنمشي نجيب عليه خمسه الكوادز، خمسه كيلومتر باش كنجي، ولا الناس كيجروا عينهم كيبغوش يعطونا الماء. واش هذه حاله اخوان المغرب 2024 وباقي كطلب الماء؟ شي مسؤول ما شاف فينا، شي واحد ما عطاناش شي قرار، ما عطاونا غير شي وثيقه من الموسى شحال ديال الوقت غنتسناو باش يجينا الماء، ما عطاونا حتى حاجه، ما بغاوش يعطونا شي حاجه. اخويا راك تحس براسك بحال انت نازل من الفضاء، انت ماشي انسان، راه حيوان وكيمشي وكيلقى الماء، ولكن انت بنادم وما كتلقاش الماء، راه بنادك كتجيك واحد الحكره من جهه المسؤولين. كيفاش انت غادي تولي تحب بنادك وتشاي بنادك ما عطاوكش الماء، المسؤولين ما عطاوكش الماء. هذه رساله اخويا كنوجهوها لجلاله الملك، يشوف من حالنا، راه حنا كنموتوا والله حتى عايشين وسطنا، لقينا والدينا كيسقيو وكبرنا حنا وبقينا حنا كنسقيو. راه الحاله اخويا ما تشوفهاش، والله ما تشوف. واخا يكون الثلج اخويا تكون الشتا وكون ما عرفت شناهو، غنبقاو نجيو لهنايا وغنبقاو نهضروا على حقنا تيعطينا الحق ديالنا. راه الدستور المغربي في الفصل 30 كيقول لك خاص المواطن يستافد من الماء. في الخطاب ديال جلاله الملك قال لك خاص المواطنين كاملين يستافدوا من الماء بدون شروط. هاد المسؤولين بغاو يفرضوا علينا شروط، بغاو يفرضوا عليك شروط لا بغيتي تاخذ الماء، بغاو يفرضوا عليك التزام لا بغيتي تاخذ ما دير لي التزام، لجا دارك في الطريق ولا شي حاجه ريبها لك وما تستافد ما والو. حنا هادشي علاش هاد المسؤولين بغاوش يعطونا الماء. حنا المصلحه الوحيده دابا اللي كتهمنا هي يعطيني الماء نشرب، حوايج ما بقيتش كنصب منهم انا. واحد من المدورين ديال سكينه المسيره خويا، هاد الناس هادو راه شوف والله الا عيب، قسما بالله هادشي اللي كيوقع دابا حاليا في 2024 راه عيب، شوها كبيره ومازال كبيره اخويا في حق المواطنين اخويا اللي كيتعرضوا لبزاف ديال التعنيف بسبب اخويا انك هيدوك الماء، يعني باغيين يبتزوك، باغيين يعنصروك، باغيين يكرهوك في بلادك وفي دارك، فهمتي؟ باش تقدر زعما تعذبها وتخرج وتخلي لهم بداك الشيء اللي بغاو، بداك الشيء اللي بغاو يطبقوا لك هما، ولكن لا هما غالطين، هما اللي حيدوا الكلمه كيزيدوا يجعروا وكيزيدوا يفكروا بحوايج اخرين، حوايج اللي ضارين لنا حنا اصلا كشباب، فهمتي؟ الناس راه ماشي غير نقول لك القصه، الناس الازمه ديال بصح، الناس واصله للعظم، يعني انت كتحيدي الماء كتفكروا بزاف ديال الحوايج ضارينه، منهم بطاله، منهم التشاميش اخويا اللي كنعيشوا، منهم مدرسه الناس، بزاف ديال الحوايج، يعني هادشي راه بزاف. الناس درنا معاهم النهار الاول قال لك اسيدي لاراديج ما عطيتش الموافقه، مشينا حنا بحثنا وعطينا لاراديج الموافقه ديال الربط، شهاده الربط، عطينا لاراديج. كي نوض رئيس المجلس قال لك لا
نعطيهمش فاش جبدنا ليه جبدنا ليه شاد الارض صافي سكت ملي سكت ولا كيتملص ولا كيدير 27 لاراديش لاراديش مخلصه وما باغاش تخدم وهو عنده الفلوس وما باغاش يطلقها يعني خاصني ندخل في محاسبه اخويا فهمتي غندخل في محاسبه حنا غنلقاو اخويا معتصمين هنايا حتى الاخر عاد كيضرب قلنا النهار الاول غنلقاو هنا حتى الاخر النهار كيضرب فينا اخويا حتى اخويا راه بزاف راه قهرونا هاد الناس اخويا راه قهرونا راه قهرونا راه الله ما يتقال اخويا راه شوف والله الا خلي على الله وصافي خلي داك الزمرك والله الا خلي داك الزمرك الرساله ديالكم خويا باختصار الرساله اخويا باختصار بغينا اخويا سيدنا سيدنا هو اللي بغينا يتدخل اخويا نصر الله في هذا الشيء اللي كنعيشوا دابا العام ما شفناش باقي ما شفناش لحد الان رئيس المجلس ما دار معنا والو ما كاينش واحد دار معنا شي حاجه يعني دابا خاص الصوت يوصل لسيدنا نصر الله باش يتدخل حيت كاين شي حوايج اخرين اللي مضرورين منهم هاد الساكنه من غير الماء كاين بزاف ديال الحوايج مضرورين منهم التيران ما عندناش صغير ما عندناش الماء ما عندناش اخويا كثر من 5 سنين اصاحبي وحنا كنعانيو واش كاين عباد الله شي 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 درب في مدينه جديده حدا السبيطار كبير اكبر سبيطار في افريقيا محمد الخامس حدا عباد الله بينه وبين الماء 50 متر برونشمون غيخسر عليك غير برونشمون شي برونشي ركب صافي اش غيخسر عليك ما يخسر عليك والو علاش اخويا علاش علاش كيجي واحد عقاري اخويا كيدور بك كيدور بك التجهيز وكيبرونشي الماء في عام واحد ولا في شهر واحد فهمتي وحنا اخويا 6 سنين اخويا حنا كنعانيو اخويا من هذا المشكل ديال الماء حق الواد خاص تشريب واحد جارك باش نقدروا نديروا لك الروكار باش نقدروا نبرونشوا لكم الماء شي سبب اللي كيكون فهمتي شي جواب مقنع كيعطيك شي اسباب تافهه صراحه الله والله الا تافهه شي هاد المسؤولين هادو الطريقه باش خدامين ما ماشي طريقه بانت لي انا منطقيه صراحه باش خدامين كيتملصوا كيتهربوا من بزاف ديال الحوايج وحنا كنطالبوا بمحاسبه اخويا كنطالبوا بمحاسبه كنطالبوا بمحاسبه حتى الناس عيطوا علينا احنا بغينا حقنا يوصل ان شاء الله بغينا حقنا يوصل ان شاء الله وبغينا صوتنا يوصل ان شاء الله سيدنا حيت قارونا هاد الناس وصافي راه غنوصلوا معاهم شي حاجه تصاعديه اكثر حتى هادشي اللي كنديروا دابا حد الان راه غادي معاهم تدريجيا حد الان راه غادي معاهم تدريجيا ومازال غادي يشوفوا شي وجه اخر واحد النيفو اخر حتى دابا حاليا راه ما كنبينوش داك التهميش اللي مهمشينا راه مازال كاين واحد الوجه اخر واحد الجانب مظلم اللي مضرقينو فهمتي راه كنحاول نوصل صوتنا بواحد الطريقه التي هي احسن راه ما بغيناش نهبشوا على الماضي الا هبشنا على الماضي راه غادي نفاجر الرمانه حيت ما بقى والو نفاجر راه ما بقى ما يعجب اصلا هادشي راه ما كيبسطش بالخير الله يطفينا وصافي اذا ما كان والله ياخذ الحق في اللي كان حلو سباب يا ربي تاخذ الحق في اللي كان حلو سباب